اي، وكمية الأملاح بتاعة الخيل موجودة جوه. هنا عايز يوضح لك، بيقول لك إن أحيانا خصوصا في القطط بيبقى في حاجة اسمها الفالسيفورم ليجامنت، وبيبقى معاه فات، فدي ممكن تلفنك مع الليفر في القطط بالذات، وهي موجودة في الكلاب بس بيبقى فيري ثين، فما بتأثرش قوي معانا. اللي بيأثر معانا في القطط كل الجزء ده كله كده لحد هنا، ده يعتبر الفالسيفورم ليجامنت والفات. من بعدها بيجي الليفر اللي هو اللاين ده، ده اللي يعتبر اللاين اوف ايه، اوف ديماركيشن. من ضمن الفروقات بين الكلاب والقطط برضو، ان القطط ممكن في بعض القطط نلاقي فيها الجول بلادر باي لوب، مش لوب واحد زي ما انتم شايفين في الصوره كده، نلاقيها باي فوركيتد، ده نورمال في القطط، انما مش نورمال في الكلاب. لاحظ الفروق اللي احنا قلناها ما بين القطط والكلاب في موضوع الليفر، رغم ان هما تشريحيا واحد كائنات، الا ان في بعض الحاجات الشاذه زي مثلا السلادج نورمال بالنسبه للقطط، موضوع الباي بولر دوت يعتبر نورمال فايندنج في القطط، موضوع الفالسيفورم ليجامنت والفات اللي هو كميته كبيره دي برضو سبيشال للايه، للقطط. الجول بلادر اتفقنا ان الول بتاعها مش بيبان في الوضع الطبيعي، الول بتاعها مش بيبان، ولا الانتر هيباتيك باي، الانتر هيباتيك بايل داكتس بتبان، ولا الكومن بايل داكت بتبان خصوصا في الكلاب، ممكن تبان في القطط زي ما اتفقنا. يبقى ديت الشريحه دي مهمه، ايه الاجزاء اللي من الجول بلادر اللي مش بتبان في السونار؟ يبقى الجول بلادر وول، الانترا هيباتيك بايل داكتس، والسيستيك والبايل داكتس في الكلاب، انما في القطط ممكن تتشاف وبيوصل الديامتر بتاع السيس بتاع الداكت ل 3 مللي. اهو في القطط اهي باينه الكومن بايل داكت والسيستيك داكت، الاثنين هم اي عكس بعض، بتبان احيانا في القطط انما في الكلاب ما بتبانش. المفروض في الوضع الطبيعي الليفر بوردر زي ما شفتوا شريحة الاسبلين مع الليفر بتكون شارب وواضحة جدا، ده الوضع الطبيعي بتاع الليفر، انما احيانا بنلاقيها راوندد، دي معناها ان الليفر اتضخم، والليفر زي ما اتفقنا ان بيكون هايبو اوكويك كومبيرد لمين، للاسبلين، وايكوال اور مور ايكوجينيك بالنسبه للرينال ايه، كورتكس. ما تنسوش المعلومة دي، علشان بناء على الحاجات دي بنقدر نقيم الليفر ده طبيعي ولا مش طبيعي. ادي الاسبلين صورة تانية اهي، ادي الاسبلين وادي الليفر، وشايفين الشاربنس اللي موجود في اللوب اهو، وهنا بصورة مبينة برضو الليفر مع الجول بلادر مع الدافرام. بنأكد المعلومة تاني، الجدول ده بيبين الفرق ما بين القطط والكلاب في اللي احنا قلناه بقى متجمع، موضوع الباي لوبد جول بلادر، موضوع البورتال فين في الاثنين طبعا موجودين، الارتري موجودين، كله ده موجود، الفرق بس موضوع البايل داكت ان انا ممكن اشوفها في مين، في القطط. طيب ايه الابنورماليتيز اللي انا ممكن اشوفها في الليفر بقى؟ احنا اللي قلنا ده كله يعتبر نورمال، ايه اللي اب نورمال ممكن اشوفه؟ حاجات كتير جدا، والليفر ده لوحده كتاب زي ما اتفقنا، بس هما بيقسموها جنرالي كده مشاكل الليفر لفوكال ليجون او مالتي فوكال ليجون او جنرالايزد ليجون، يعني يا جزء معين من الليفر متصاب، يا اكتر من جزء متصاب، يا الليفر كله متصاب. الفوكال والمالتي فوكال ليجونز ديت بيقسموها المجموعتين على حسب السايز، بتتقسم لنوديول وماسز، الماسز بتبقى اكتر من 3 سم، النوديول اقل من 3 سم. لما تشوف فحص سونار كده في الهيومن حتى يقول لك ده فيه نوديول حوالي نص سنتي، نوديول حوالي سنتي، سنتي ونص لحد 3 نسميها نوديول،
اكتر من 3 نسميها ماس، يبقى في حاجه اضخم. الايكوجينيست بتاعت الماس او النديول ممكن تكون ان ايكويك او هايبو ايكويك او هايبر ايكويك او اور هيتيرو ايكويك، يعني ممكن اي واحده من دول او اي 2 أو 3 من دول ممكن اشوفها في الليفر حسب الليجون اللي موجود عباره عن ايه. في حاجه مهمه جدا اسمها التارجت ليجون. التارجت ليجون ده عباره عن نديول زي ما انتم شايفينها كده، بتبقى عامله زي العين، زي العين السنتر بتاعها بيكون هايبر ايكويك والبريفري بتاعها بيكون ان ايكويك، دي بيسموها التارجت ليجون. دي للاسف الشديد لما بتتشاف في الهيومن ولا في الحيوانات ده تعتبر ساين 80% فيه مالجنسي وفيه ميتاستاتيك نديول موجوده فين؟ في الليفر. يعني في هنا ميتاستاسيز من مالجنت نيوبلازما موجود في الجسم. بتاكد اكتر امتى؟ لما يعني ال 80 دي تبقى 100% امتى؟ لما الاقي الليجون ده موجود في اكتر من انترنال اورجان. يعني الاقيه في الليفر والاقيه في الاسبلين والاقيه في الكدني وممكن الاقيه في الانتستين، يبقى دوت على طول هنا ايه؟ فيه مالجنت نيوبلازما موجود وفي ميتاستاسيز منتشره في الجسم. ده بيسميها التارجت ليجون ودي مهمه. قلنا بيبقى السنتر بتاعها هايبر ايكويك والبريفري بتاعها هايبو ايكويك، شبه الاي بالظبط اهي. طيب الكرايتيريا اسوشيتد ويز بوسيبل مالجنسي قلناها دلوقتي، يعني احنا بنقول 80% هنلاقي التارجت ليجون ده. طيب عايزين ناكد بحاجات تانية. اول حاجة ان السايز ممكن يبقى او في الاغلب هيبقى اكتر من 3 سنتي، ده اقول ده ده كده ده في مالجنسي اكيد. وممكن الاقي بريتونية الافيوجن، الاقي البطن مليانة مية ودي بتبقى واضحة جدا في السونار. ممكن الاقي التارجت ليجون في الاذر اورجانز وممكن الاقيها في الريجونال ليمف نود او في كل الليمف نود بتاعت الجسم. اي ليمف نود تقابلني الاقي فيها التارجت ليجون ده. الاربع حاجات دول يخلوني اقول ان الراجل ده او الكلب ده او القطه دي الله يرحمها. السايز بتاع الليفر ما بنقدرش نحدده للاسف. يعني ما فيش قياس معين للليفر. بس في دلائل تقول ان الليفر ده كبير او صغير. ماشي، يعني هو الطبيعي انه ما يعديش اللاست ريب. طب لو عدى اللاست ريب يبقى ده معناها ان فيه ايه؟ في اللارجمنت في الليفر او هيباتوميجالي. وهنلاقي المارجن بتاعه الليفر اللوبس بتاعته هنلاقيها راوندد مش شارب زي ما شفناها من شويه. لدرجة انها ممكن توصل للبلادر ورا، يعني الليفر احيانا بنعمل هو والاسبلين بنعمل لهم سونار نلاقيهم واصلين لحد اليورينال بلادر ورا من التضخم اللي بيبقى موجود فيه. يبقى احنا قلنا اللي في تشينج في السايز بتاع الليفر وفي تشينج في الايكوجينيستي، ان هو بدل ما يبقى ايكوجينيك زي ما اتفقنا اقل من الاسبلين وقد الرينال كورتكس، لا يحصل تشينج سواء كان للأقل أو للأعلى. وطبعا لازم أقارن الثلاثة استراكشر مع بعض عشان أقدر أفيد أو أشخص مظبوط باستخدام السونار. يعني مثلا حالات الديفيوز هايبر إيكوجينيستي في حالات زي إيه مثلا؟ ديفيوز يعني هيبقى الليفر كله مليان بليبت مثلا، بتسمعوا عن كلمة الليبيد الكبد الدهني اللي بيدوزز ده، تلاقي الليفر متضخم وطبعا هايبر ايكويك، يعني هتلاقي الايكوجينيست بتاعته قريبة ان لم تكن اعلى من الليسبلين. حالات الفاسكولار هيباتوباسي وحالات الكرونيك هيباتايتس وحالات الفايبروزز كل والسيروزز والليمفوما وماست سيل تيومرز، الاثنين دول اورام، دول الحاجات دي كلها احتمالات
او تؤدي الى ديفيوز هايبر ايكوجينيست. للاسف عشان افرق ما بينهم لازم اعمل باثولوجي، وهنا ده عيب السونار بقى، ان يحط لك احتمالات كتير بس ما يوصلكش لتشخيص مؤكد في بعض الحالات. فلازم بنخش بالابره وبنسحب عينه من التيشو وبنحللها تحت الميكروسكوب. معايا يا شباب ولا سرحتوا؟ معاك يا دكتور، حضرتك يا دكتور، الدنيا واضحه؟ الدنيا واضحه ولا بتكلم بسرعه؟ لا زي دكتور الفل. ممكن دكتور نعم. الهيتيرو ايكويك دي معناها ايه؟ ليه؟ الهيتيرو ايكويك مختلفة، ميكس. ممكن تلاقي يعني زي بلاقي اكتر من اكتر، يعني ممكن تلاقي جواه هايبو ايكويك وان ايكويك وهايبر ايكويك، سلطة. هتلاقي جوه التيشو سلطة زي في الفراد او زي في البرسايتس. ماشي، اهو ده ليفر اهو، اعتقد الشكل بتاع الليفر اختلف، ده فيه هيباتوميجالي نتيجه الليمفوما. شايفين الليفر بقى لونه عامل ازاي؟ هوموجينوس بس لونه مختلف تماما عن اللون المعتاد، حتى الفاسكولتشر ما عادتش واضحه زي الاول نتيجه الايه؟ الليمفوما. جاست بس للتوضيح يعني. في بقى العكس، ديفيوز بس هايبو اوكيجونيستي، يعني الليفر يكون ايه؟ مور دارك، مش مور لايت زي اللي فات. ده زي مثلا الباسيف كونجيشن، زي في حالات الهارت فيلير ربنا يعافيكم، بيبقى الليفر مليان دم. طب دم يعني ايه؟ يعني فلود، فلود يعني ايه؟ يعني ان ايكويك. يبقى الليفر جنرال كده يبقى هايبو ايكويك، اقل من الطبيعي. حالات الاكيوت مش الكرونيك، الاكيوت هيباتايتس لنفس السبب، هيبقى في درجه اوديما ودرجه كونجيشن في البلاد فيزلز اللي موجوده، فالحاجات دي بتزود نسبه الميه في او نسبه الفلوت في الليفر، فيبان مور ايه؟ مور لايتر. حالات برضو الليمفوما وحالات الهيستوسيتيك نيوبلازمس وحالات الامايلودوزز، كل دول يخلوا الليفر اقل في الايه؟ في الايكوجينيستي. افرق ما بينهم ازاي؟ برضو للاسف مش هيفيدني. دي حاله امايلودوزز، لو انتم مركزين في الليفر اهو بقى ايه؟ ليس ايكوجينيك، لونه اقرب للاسود، ما عادش ابيض زي اللي فات. يعني لو رجعنا للي فات اهو، شايفين ده؟ ده هايبر ايكوك، ده هايبو ايكوك. هو الطبيعي يبقى في النص، ايكوجينيك في النص. ده ليفر اهو، اللوب نفسه باين، هو والايه واللوب الثاني اهو، بس باين بقى الايه البوردر بتاعته ايه؟ راوند. ديت حالة هيباتايتس، شايفين البوردر بتاع اللوب بعد ما كان شارب، فاكرين في أول الصور؟ لا ده بقى راوند. دي تقول إن في حالة هيباتوميجالي موجودة، وغالبا هتبقى هيباتايتس، لأن طبعا بيبقى فيه كلينيكال ساينز وفيه معاك طبعا دي جزء من الاستومك، الحتة دي اللي عاملة زي أشعة الشمس ده جزء من الاستومك، عشان احنا كده ميالين لمين؟ ناحية الشمال، لأن ده اللوب الشمال اللي هو الكبير اهو، اللي كان بيتكون من لاترال وميديال. دكتور هو احنا ازاي قلنا ان الليمفوما موجوده في الهايبو والهايبر ايكويك؟ ممكن بتبقى كده وممكن بتبقى كده، عشان كده بقول لك السونار ما بيخدمناش في قصه الاورام قوي، بيقول ان في ورم ممكن زي في حالات الليجون التارجت ليجون اللي قلناها، انما ما يقوليش ايه هو نوع الورم. الاورام بتاخد اشكال مختلفه، ممكن تعبي دم فيبان لونها ان ايكويك، وممكن تقلب لفايبرس او جرانيليشن تيشو تديك هايبر ايكون ويبقى نفس الورم. فهماني؟ ده في حاجات كتير مش هتلاقيها في الاورام بس، يعني في امراض بتعمل الحاجتين زي الهيباتايتس، في اكيوت هيباتايتس وفي كرونيك هيباتايتس، ده يعمل حاجه وده يعمل حاجه. تمام. في بقى ميكس، تلاقي بقى السلطه اللي بنقول عليها، حالات الهيباتايتس جزء يبقى كده ويبقى جزء، الليمفوما اهي هتبقى ميكس، او حالات الميتاستاسيز لسه قايلينها التارجت ليجن اللي بيبقى من جوه هايبر ايكويك ومن بره هايبو ايكويك،
حالات النكروزز، ممكن جزء يبقى نكروز وجزء نورمال فيعمل لك ميكس ايكوجينيستي، او حالات الخراج، او حالات السيست، حالات الاميلودوزز، الحاجات دي كلها ممكن تعمل لي ميكس في الايكوجينيستي بتاعت الليفر. اهو اهو ده ليجن اهو، بتوين الكاليبرز دول الاثنين الستارز دول اهو، في لوجن اهو. الليجن ده نسميه هايبر ولا هايبو بالنسبه للليفر؟ هايبو. يبقى هايبو اوكويك نوديول، في هايبو اوكويك نوديول انها صغيره اهي. طبعا الحاجات دي بتبقى فيه قياسات هنا على الجنب، اول ما بتحط السهم هنا وهنا يروح قايل لك الطول ده قد ايه، سنتي ونص، 2 سنتي، يبقى دوت اقل من 3 هنسميها نديول، وعشان هي هايبو اوكويك هنقول ايه، دي هايبو اوكويك نديول. ايه هي بقى؟ بس النار ما بيقوليش، بس بيقول لي ان في مصيبه هنا في الحته دي، خد منها بقى بايوبسي وشوفها تحت الميكروسكوب. بس خلي بالكم البايوبسي دوت مسموح بيه في الكلاب، في القطط لا، ده فرق تاني. القطط لو عملنا فيها الحكايه دي ممكن تموت، يحصل لها تشك وتموت. هنا العكس، فيه نديول اهي. هايبو ولا هايبر بالنسبه للليفر؟ هايبر ايكويك. هايبر ايكويك، يبقى دي هيباتيك هايبر ايكويك نديول. ايه هي؟ الله اعلم. وادي هنا ده كده مين بقى؟ حد يقول لي ده ايه؟ هيباتيك فين؟ جدع، ده هيباتيك فين. امال ده بورتال؟ بورتال. ده البورتال، وده بورتال برضه، بورتال بس لونجيتيودينال. وده هيباتيك فين؟ هيباتيك بس لونجيتيودينال. لو انت فتحت كبده مش بتلاقي حاجات ماشيه بالطول وحاجات ماشيه بالعرض؟ مش شبكه جوه الليفر؟ فلما بنعمل الاسكان في اللي بيجي معايا بالطول وفي اللي بيجي معايا بالعرض. اللي هيجي بالطول هيبقى تيوب، واللي هيجي بالعرض هيبقى سيركل، وكلهم هيبقوا اسود من جوه. ليه؟ عشان فيه دم. الفرق فقط في الوول اهو، ادي دول اهو هايبر ايكويك، انما دول ان ايكويك. وبرده ده مين؟ دايفرام. دايفرام مع اللانج انترفيس. شايفين المنظر ده بقى؟ ده ليفر اهو. ولو ركزت بقى هتلاقي الليفر كبسول هنا او البوردر الريجولار، شايفين اهو ماشي معاك اهو، معرض في حاجه كرونيك مخليه البوردر، لا هو اللي راوند هيباتوميجالي مثلا ولا هو الشارب. وفي بقى ايه موجود؟ مالتيبل ايه؟ هيباتيك نيديولز، معظمهم ايه؟ هايبو ايكويك. ماشي، خلي بالك ده غالبا فارم برضه. ليه؟ اللي في النص. لا اله الا الله. ده مالتيبل تارجت ليجن. مركزين يا شباب، العين اهي، دي مش عين واحده بقى، دي 500 عين. ده الله يرحمه طبعا. واضحة ولا أنا بقول حاجة غريبة؟ دكتور هو فين الهايبر؟ أهي هايبر في النص وحواليها هايبو، يبقى ده على طول تارجت ليجن. أهي تبص لدي، هايبو في البريفري وهايبر في النص. بص لدي، هايبر في النص وهايبو في البريفري. كده كنت بتتعاملي مع بيولوجي، في حاجات لسه بادئه وحاجات بقت ماتيور وحاجات لسه بوسط، مش هتلاقيهم كلهم زي بعض. بس بص لدي اهي، عامله زي العيون، اكن في عيون جوه الايه الكبده دي، اللي احنا بنسميها التارجت ليجن. اوريتها لكم في الاول كانت واضحه لانها كانت واحده، هنا اكتر من واحده. ده غالبا برضو مالجنت نيوبلازم. دي نوديولز صغيره، بيبقى البوردر بتاع الليفر زي ما شايفينه برضو الريجولار، وهتلاقي النوديول ممكن تكون هايبر ايكويك زي كده، يعني تبقى بلجد من الليفر وبتبقى الريجولار في الكونتور بتاع الليفر بتاعنا.
الهيباتيك دكتور بس السلايد اللي فات فين معلش؟ دي نديول عادية برضو، نديول عادية، هيباتيك نديول. دي ممكن تبقى حاجات بسيطة ولتكن مثلا فاشيولة أو أي بارازايت وحاصل حواليه جرانيليشن تيشو وعملت لك نديول صغيرة كده. الحاجات دي احنا بنكتشفها فجأة أو يعني أكسيدنتالي، ما بتبقاش عاملة مشكلة، بس وأنا بفحص ممكن ألاقيها فبتتسجل أما على إيه حسب بلج أون ذا مارجن؟ إيه؟ ما بقول لك بلج برضه عند المارجن يعني بارزة، لما حتى تطلعي الكبدة من الحيوان تلاقيها من بره الريجولا، تلاقيها طالعة من بره الكابل كده بارزة، وبتبقى الريجولار بتعمل لي الريجولار في السيرفيس بقى نفسه. ليه؟ عند الأسهم دي، دي ودي. الهيباتيك ماسس بقى زي ما اتفقنا دي اللي هتبقى ايه اكتر من 3 سم، ودي برضو ممكن تاخد كل الاشكال، ممكن تكون هايبر ايكويك وممكن تكون هايبر ايكويك وممكن تبقى ميكس وممكن يبقى فيها كافيتيشن كمان، تلاقي كافيتيز جواها وممكن نلاقي نكروزز. تمام، دي بتبقى غالبا بقى في الاورام اللي هي بتطلع من الكبد، مش الميتاستاسيز، لا دي امراض الكبد نفسها. فبتبقى غالبا حجمها زي مثلا الهيباتوما والهيباتوساركوما والهيباتوكارسينوما والحاجات الفظيعه دي. ماشي، اهو كل دي ماسه اهي، هايبر ايكويك شويه اهي، كل دي من اول هنا كده، بس انت عشان لسه عينكم ما خدتش على الصناعه، وفي النص في كافيتيشن اهي، الكافيتيز دي خلاص دي غالبا كارسينوم، ده برضه الله يرحمه. المقاس بتاعه هم قايسينه بالكاليبر اهو اللي هو على الجنب ده، اكتر من 5 سم، يعني لما يجي يقيس من اول هنا لحد هنا يبقى 5 سم، بيبقى باين جدا على الجهاز بقى. ليه؟ لان ده بيبقى شبه نورمال، النسيج بتاع الكبد والورم بيبقى واضح كده جوه. طبعا ده لما بيكون فيه كافيتي بيأكد لك ان الموضوع مالجننت قوي يعني. في برضو يعني درجة من الماسز، سواء كانت برضو هايبو، هنا دي هايبو اهي بالنسبة لبقية التيشو، او هايبر زي ما اتفقنا فيه. شفنا برضو صور قبل كده بنفس المعنى، يعني مفيش حاجة جديدة. هنا ورم طالع اهوت من اللوب، هنا باين ليه الدنيا بقى باينة، عشان في فلود في البطن. شوف بقى لما يبقى في فلود في البطن اللي هو الاف ده اللي هو الاسود ده، بيخلي لك الاورجنز اكنك راسمها بقى بالقلم. ده ليفر اهو، وادي البوردر بتاعه، وفي حاجه طالعه منه اهي اللي هي دي، ده ورم ماس. ما بنقدرش نقول كلمه ورم بقى، ولا نقول فيه هيباتيك ماس، مقاسها كذا. ايه هي؟ الله اعلم، ما بيفيدنيش السونار لحد كده. اعمل بقى تحاليل، اعمل بايوبسي، اعمل بتاع دوت يعني سي تي، اعمل ام ار اي، ازود بقى في الايه؟ في الوضع. هنا الاسبلين باين جدا، هو عاين في الميه فباين، والليفر كذلك عاين في الميه والميه لونها ايه؟ اسود. وهنا الجول بلادر واخده جنب خالص هنا ايه. ده بحث جميل كنت عملته في الحمير عن الهيداتيك سيست، ده اشهر مثال للهيباتيك سيست. هتلاقي الكيس زي ما انتم شايفين اهو، بيكون ان ايكويك برضه، يعني الول بتاعها بيبقى فيري سين اهو، وبيبقى طبعا المفروض الفلود بتاعها كلير، فبيبان لونه اسود، وبيبان تحتها حاجه اسمها ديستال اكاوستيك ايه انهانسمنت. اكيد سمعتوها مع الدكتوره الهام الكلمه دي، لما يكون في كيس فيه ميه تلاقي تحتيه لون ابيض، ماشي، اللي هو بنسميه الديستال اكاوستيك انهانسمنت. هيباتيك سيست ده تشينج برضه في الايكوجينيست اهو، حاجه لونها اسود جوه الايكوجينيك ليفر. الهيباتيك ابسيس ممكن طبعا يكون موجود، وممكن ياخد اشكال بقى مختلفه لدرجه ان ممكن الاقي فيه جازز، لو هو المايكرو اورجانيزمس اللي عاملاه بتطلع جازز انيروبس مثلا، ممكن تلاقي جواها ايه؟ جازز. المينراليزيشن برضو بنشوفها في الليفرز كتير، لما بنفحص حمير او اي حيوانات كبيره
بيحصل مينراليزيشن كتير قوي، لان الكبد ده كل حاجه بتلف في الجسم بتعدي على الكبد. يعني ممكن يكون في بارازايت قديم ومات يعمل لك مينراليزيشن، يبدا الاول يحصل حواليه فايبروزز وبعد كده يبدا ايه يعمل لك كالسيفيكيشن. لو في كوليليس اللي هي الحصوات بتاعت المراره او بتاعت البايل، سواء كانت جوه البلادر او في الضغط، ممكن تحصل جوه الضغط. الجرانيلوما، الكرونيك جرانيلوما، ممكن برضو يحصل فيها كالسيفيكيشن وتبلك في شكل مينراليزيشن. تبان ازاي الحكايه دي؟ معلش البرزنتيشن علقت بس اهي. هنا فوكال مينراليزيشن، حاجه لونها هايبر ايكويك اهي، وبيبقى تحتها ايه بقى؟ الكاوستيك ايه شادوين او ديستال شادوين، في خيال بقى وراها. الـ 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 الاشعه بترد فبيبين الخيال بتاعها زي الشمس لما نقف فيها، يبقى في خيال وراكي لونه اسود. ليه الخيال لونه اسود؟ عشان انت حجزت اشعه الشمس. هو نفس الكلام، الاشعه نازله الويفز قابلها حته كالسيوم اهو، دي غالبا ستون في بايل داكت، هتلاقي تحتها اللون ايه؟ اسود، اللي هو ديستال شادو. ايه ده؟ واضحه يا شباب؟ واضحه دكتور، واضحه دكتور. تمام. ممكن يحصل جازز في الليفر يعمل لنا مشكله، طبعا هيبان ايه؟ هايبر ايكويك، زي الريبس كده لما بنيجي نعمل الريبس مثلا او الاستومك، وهتلاقي ديستال اكاوستنج ريفربريشن ارتفاكت زي اشعه الشمس كده. دي بتحصل بعد العمليات الجراحيه، ممكن نلاقيها في الديابيتك دوجز عشان بيحصل عندهم حاجه اسمها انفيزونيتاس بوليسيستايتس، بتطلع جازز. مشاكل كتير طبعا، سكندري انفكشن، لو في ابسس زي ما قلنا من شويه سببه انيروبيك بتاع دوت بكتيريا. لو حصل بيحصل اللوب، يحصل له تورشن، اللوب بيحصل له تورشة، بيديك نفس المنظر برضو ده بتاع الايه الجاز اهو. هتلاقي بقع زي ما انتم شايفين كده، دي اللي هي الجازز، والمفروض تحتها بس الصوره مش واضحه قوي اشعه شمس اهي، دي الريفربريشن ارتفاكت. كل دوت هواء جوه الليفر، وادي الكبسوله اهيت ومع الايه مع الدافران. الهيباتوميجالي لو واخد الليفر بقى بالكامل، قلنا هنعرفه عن طريق الراوند ايدجز بتاعته، وان المارجن بتاعته هتبقى بعد الريبس. هنلاقي طبعا بور ديفينيشن للبورتال فيزلز نتيجه الضغط اللي هيحصل عليها، مش هتبقى واضحه قوي. الجول بلادر بقى برضو قصه لوحدها، سواء كانت نورمال او اب نورمال. احنا قلنا النورمال بتاعها بيبقى الوول تقريبا ان ايكويك، لانه فيري سين ممكن تبقى ميلي، وهي نفسها ان ايكويك، وبنشوفها حسب حاله الحيوان في الاكل. ممكن الاقي الجول بلادر موجوده ومليانه، ده لو الحيوان صايم والراجل التزم بتعليماتك قبل ما تفحص الحيوان وصومه. انما لو الحيوان لسه ياكل هتلاقيها فاضيه، وممكن ما تلاقيهاش، ما تبانش في الصناره. هنا حالات الهيباتيك فينس كونجيشن، هتلاقي الهيباتيك فين زي ما انتم شايفينه اللارجد جدا، وهتلاقي الكبد بوجه عام اللارجد وهايبو ايكويك. ده في حالات مثلا الكدني بتاع دوت الهارت فيلير مثلا، يعمل لنا هيباتيك فينوس كونجيشن ويعمل لي هيباتوميجالي. نيجي نعمل سونار نلاقي الليفر بالمنظر ده، ده برضه غالبا ايه الله يرحمه. الهيباتوميجالي احنا يعني نفس الكلام قلناه. معلش المحاضره انا طبعا طويله جدا وما لحقتش ارتبها بالشكل الايه اللي يتناسب مع الساعه، فمعلش يعني لو هبعت لكم البرزنتيشن هظبطها عن كده واحط لكم الحاجات المهمه، فما تشغلوش بالكم بالايه بالحكايه دي.
المايكرو بقى ليفر العكس، ان الليفر يبقى صغير مول سايز، ده غالبا هنلاقي بقى ايه ديفيوز انكريز في الايكوجينيك باترن، هنلاقي الليفر باين اكتر عشان الفايبر ستيشن اللي هتتكون جواه، وهنلاقي البوردر بتاعته او المارجن الريجولار، وهنلاقي البورتال فين بروميننت هتبقى واضحه، ثلاث حاجات. وغالبا هيبقى معاه برضو فلود، فممكن ايه يبين لك اللوبس بتاعت الايه الليفر، اللي هي حالات المايكرو ليفر او اللي هو السيروتيك ليفر، ان الليفر بيصغر في الحجم وبالتالي الايكوجينيست بتاعته بتزيد والبوردر بتاعته بتبقى الريجولار. الجول بلادر ممكن يحصل فيها كوليسيستايتس، اول مشكله كبيره فيها زي ما قلناها وبانت قبل كده، يعني مش هنتكلم فيها كتير اهي. الجول بلادر المفروض تكون رايقه وكلير وان ايكويك، لا ممكن الاقي فيها شويه سلات جوكتار زي دول، والاقي الول بتاعها بدا يبان زي كده اهو، بدا يبقى سك اهي، يبقى دي كوليسيستايتس، التهاب في الايه في الجول بلادر، وطبعا دوت الايه الدايفرام. البايل داكت لو حصل لها اوبستراكشن بالحصوات زي كده، احيانا بيحصل فيه حصوات، فتلاقي الداكتس بقت كتيره مع الكروس سيكشن بتاع الليفر، ويبان لنا طبعا الايه الول بتاعها ان ايكويك والكونتنت كمان ان ايكويك، ده بتبقى صوره تيبيكال للبايل داكت ايه اوبستراكشن. قلنا الكلام ده كله ان يحصل بقى التهاب كامل في معلش ممكن صوره البايل داكت اوبستراكشن تاني؟ ايه طبعا احنا الحاجات دي احنا بنقيسها، الديامتر الكبير ده ما يجيش غير مع البايل، لان البايل بيفرز باستمرار، فلما يتقفل يتحوش. يعني ايه الدوائر الكثيره دي كلهم جول بلادر؟ ايه الدوائر الكثيره دي ايه؟ مش جول بلادر دي البايل داكت، مش في الشبكه بتطلع الاول بتبقى كومن بايل داكت، وبعد كده تتفرع لفرعين، وبعد كده كل فرع يتفرع زي الالفيولاي بتاعت اللنج اللي بيسموها البيلاري سيستم، دي داكتس كذا داكت كذا داكت مسدوده ومعمول أيوة فوق تمام. السكشن تمام شكرا يا دكتور. الكوليسيستايتس قلناها خلاص، الكولانجيو ان يحصل كوليسيستايتس وتقفل بس زي الحاله اللي فاتت، يبدا يتحوش في الليفر فيعمل التهابات، طبعا هتلاقي الليفر كله طبعا ايه والحجم الليفر نفسها شايفين الحجم بتاعه بيوصل لحد ايه كل ديت الجول بلادر على فكره، بس الصوره برضو ايه ما انت لما هتقف على جهاز السونار هتعرفوا ان تصوير السونار مش سهل، ومش سهل اجيب لك كل حاجه في صوره واحده، فاحنا بناخد احسن صوره تجيب معظم الحاجات مش كل الحاجات. يعني هنا مركزين على الجول بلادر اهي ان هي مليانه سلادج، يعني كل ده طين، يعني نطلع البلادر كده نلاقيها مليانه طين، بيسموه الطين بس الطين البايل العصاره الصفراويه، فهي كلها ملتهبه اهي، وادي الول بتاعها سيك، والليفر هو كمان هيبدا هو كمان يحصل فيه ايه هيباتايتس، برضه منظر تاني اهو، شايفين السلادج ماليه الجول بلادر اهي. ممكن بقى يبقى في حصوات بقى، ممكن السلادج ده يتركز اكتر ويعمل حصوه او اكتر اهي، دي كولي لسه اهي، بس جوه مش جوه البلادر برضو، دي جوه ضغط اهي الحته البيضة دي، وتحتها طبعا ايه الديستال شادوينج اهو، بس برضو مش واضح قوي في الصوره. والله واضح محدش بيرد عليا. لا حضرتك لا واضح يا دكتور. الشادوينج قدامكم؟ ايوه واضح حضرتك. تمام. هنا بقى فيه ستون
موجوده في الجول بلادر اللي هي دي، وبرضه عامله تحتها الديستال ايه شادوي دي جوه البلادر بقى، دي تحتاج تتشال، ان دي لو قفلت ممكن تعمل مصيبه في الجسم لو قفلت الكومون بايل داكت. في حاجه اسمها بيلاري ميوكوسيل، ان يحصل انفلاميشن فجزء من الميوكس يفرز وجزء من الخلايا يحصل لها ديتاشمنت وتبدا تاخد مراحل مختلفه جوه الجول بلادر، لدرجه انها ممكن تاخد شكل برضو فايبروزز وتبقى فيها كافيتيشن زي ما نشوف في الصوره دلوقتي اهو، دي اللي هي الميوكوسيل هي في الاستيجز المختلفه، لسه هي طالعه من الوول، الوول طبعا ملتهب اهو وواضح انه بقى سك، ودوت البايل الكلير، ودي الديتاشمنت حصل من الميوكس ميمبرين بتاع الايه الجول بلادر، هيبدا طبعا يترسب عليه السلادج وياخد المرحله الثانيه ديت، وياخد المرحله الاخيره تبقى رادييتد، تلاقيها كده كونتراكتد في النص وطالع منها اشعه زي اشعه الشمس كده او زي الاخطبوط كده جوه البلادر. دي ميوكوسيل، مشكله معروفه جوه الايه الجول بلادر. دكتور ممكن حضرتك تقول اتكونت ازاي الميوكوسيل؟ بنقول بيبقى فيها التهابات اهي، نقراها مع بعض اهي، دي بتبقى غالبا في السن في الكلاب الصغيره، السن الكبير الكلاب الصغيره للميديا ما بتجيش في الكلاب الايه الكبيره، بيحصل بروجريسيف اكيوميليشن للميوكس اسوشيتد ويز هايبربليشيا اوف ذا ميوكس سكريتنج ابيثيليوم، يحصل له ديتاشمنت لما يتخن، يحصل له ديتاشمنت، يحصل هايبربليشيا في الوول بتاع الجول بلادر، لما يتخن السيركوليشن ما بتوصلش ليه فيبدا يحصل له ديتاشمنت ويقع جوه الايه اللومن بتاع الجول بلادر، يحصل اوفر ديستنشن في الجول بلادر، وممكن يحصل فيها كمان نيكروزز من الكومبريشن اللي ممكن يحصل، وممكن الميوكس يقفل الكومون بايل داكت ويعمل برضه مصيبه تؤدي الى رابشر في البايل داكت، وممكن يعمل لي حاجه اسمها بيلاري بيروتونايتس والحيوان يموت فيها بسبب الايه الميوكس ده. هايبربليجيا في الميوكس ميمبرين بتاع الجول بلادر بيعمل لي ديتاشمنت لبعض الخلايا مع الميوكس، يبدا يترسب عليها البايل، يعمل لي حاجه اسمها الميوكوسيل، خطورتها لو قفلت الكومون بايل داكت هتعمل مشكله، هتؤدي الرابشر وبعد كده هتؤدي لبروتونايتس. الليميتيشنز اللي بتقابلنا اثناء فحص الكبد بقى بالنسبه للكبد، انه طبعا دوت ده يعتبر اللارجست اورجان اوف ذا بودي، فما اعرفش اجيبه كله بسكان واحد زي ما انتم شفتوا كده، اجيب حته منه، اجيب لوب، اجيب البلادر، اجيب الفينا كافا، اجيب البورتال فين، يعني ما اقدرش اجيبه كله عشان هو كبير، يعني يعتبر هو اللارجست اورجان في البطن. ثاني حاجه وجود الاستومك جنبه، احيانا لما تبقى مليانه جازز بتضايقنا في اثناء السلايد ده مهم، السلايد ده واللي بعده مهم، اللي هو الليميتيشنز بتاعت الالتراسونوجرافي او هيباتيك الالتراسونوجرافي، منشن ذا مين ليميتيشن اوف هيباتيك الالتراسونوجرافي اهم، ان الليفر ده اكبر اورجان في البطن، ثاني حاجه ان هو كرينيال تو ذا ستومك، ثالث حاجه بروتكتد باي الكودا الريبس، وجود الريبس ده برضه عائق ليا ما بعرفش افحص كويس لدرجه ان في بعض الحالات بنضطر نفحص ما بين الريبس، وبتبقى طبعا تكنيك صعب جدا لان السبيس صغير قوي ما بين اللاست ريب والريب اللي قبله. في برضه ليميتيشن خاصه بمين؟ بالجول بلادر. ايه بقى الليميتيشن؟ ان هي سمول سايز، وتاني حاجه الايكوجينيك ماتيريال وزنت بتختلف، ممكن تبقى قلنا بتعتمد على حسب السبيشيز، يعني في القطط نورمال، في الكلاب اب نورمال، وبتعتمد على البيشن هو صايم ولا مش صايم، ان انا ممكن ما الاقيهاش اساسا، فده ليميتيشن يعني بتكتفني، يعني ممكن اجي اعمل سونار ابقى كله مقتنع بيه بس مش مقتنع بالجول بلادر، مش عارف اجيبها عشان الليفاندي مثلا ما صومش الكلب. تمام، واضح يا شباب الليميتيشنز بتاعت الحاجتين دول. ده تقريبا الليفر سريعا، معلش اذا كنت بتكلم بسرعه لان فعلا المحاضره طويله جدا. بعد كده هنتكلم على الالتراسونوجرافي بتاع الجي اي تي، سواء كانت ستومك او ديودينم او جيجونم او اليا.
دكتور معلش، ممكن بس اللي هو حتة الفالسي فورم ليجامنت اند فات، هي دي المفروض ان انا هلاقيها نورمال ايوه في الكات نورمال موجوده طبيعي، بس هي في القطط دي. تخينه فبتعمل سوبر امبوزيشن للليفر، فالليفر بيبقى بعيد شويه، بيبقى في الفار فيلد. فانت يعني هي وكمان بتضغط على الليفر، مش بتبعده بتضغط، عن هي المكان. طبيعي موجوده حوالين الليفر، في الكبد بيطلع بتلاقي كله ده. القطط طبيعتها كده نورمالي كده، وموجودة برضه في الكلاب، بس سن ما بتعملناش مشكلة. واضح؟ هي المشكلة يا دكتور فين؟ إن هي ضغط على الليفر، فأنا مش هاي هعرف بس أفحصه بتبعده عن كويس. الفيل، بتبعده عن الفيل بدل ما الليفر يبلك بعد سنتي من الاكزامينيشن تلاقيه تحت قوي. طيب فممكن هي بتبقى هايبر ايكويك، طالما ليجمنت او فات هتبقى هايبر ايكويك. ايوه عشان فيها فات كمان. تمام. تمام؟ بالنسبة للجي اي تي بقى مهم قوي ان احنا نفحصها بحاجة الفريكوانس بتاعها من 8 ل 10 مثلا، والتلات انواع يمشوا سواء كان كيرفيد اري او اللينير ترانسديوسر او كونفكس، كله شغال، بس اللينير بيبقى احسن واوضح. يعني برضو الحيوان بيفضل يبقى نايم على الدورسال ريكامبنسي، وان كان الرايت والليفت لاترال ريكامبنسي برضو ممكن يبقى ايه، يبقى كويس. برضو يفضل نعمل لونجيتودينال سكان والترانزفيرز سكان، علشان في حاجات بتبان كده وفي حاجات بتبان كده، زي الصور في الشرطه لما بيصوروا واحد في الشرطه بيصوروه صوره من قدام وصوره من الجنب، عشان ممكن يبقى في جنبه علامه مميزه من غير ودن مثلا، فمن غير ودن دي ممكن ما تبانش من قدام، يبقى لف في راسه شويه ما فما تبانش، انما لما اجيبه من الجنب هيبان. نفس الكلام بالنسبه لفحص الايه؟ السونار لاي اورجان. المفروض ان انا بفحص الاستومك بالكامل سواء كانت الفندس او البودي او البيلورس، وكمان الجنكشن مع الديودينام، وبعد كده بنخش على الديودينام والجيجينام والاليم، وبعد كده الاليوسيكال. يعني ده المفروض ان انا بفحص كل الانتستين. الفندس هتبقى في الناحيه الشمال، والبودي هيبقى في النص، والبيلورس هتبقى على اليمين شويه. ده خلاصه الموضوع يعني في الحته دي. انا يهمني قوي بقى النورمال استومك بتبان ازاي. دي صورة واضحة جدا اهي. الجي اي تي كلها متغطية بالسروزة لو انتوا فاكرين، السروزة بتبان هايبر ايكويك لاين اهو. ده. بعد كده في ماسكولوزا اللي هي دي ان ايكويك. بيسموها الترنيتنج هايبر ايكويك مع هايبو ايكويك. طبقتين وطبقتين، يعني هايبر هايبو هايبر هايبو. سيروزا ماسكولوزا صب ميوكوزا ميوكوزا. يبقى الميوكوزا اللي هي اولها ام، والماسكولوزا اللي اولها ام، الاثنين هايبو اوكوك. هايبو اوكوك يبانوا اسود، خطين اسود، والاثنين الخطين الابيض اللي هم مين؟ السيروزا والصب ميوكوزا. ولو انتوا فاكرين الاستومك في التشريح كان بيبقى فيه حاجه اسمها الروجين او الفولدز، فبتبان بالمنظر اللي انتوا شايفينه ده. وعشان الاستومك مليانه جازز فللاسف مش هنعرف نشوف الكونتنت قوي، علشان هيحصل حاجه اسمها الريفربريشن ارتفاكت علشان وجود الجازز، تلاقي اشعه شمس نازله زي ما انتوا شايفين كده. يهمني قوي الول ده، والتخانه بتاعته بتبقى من 3 ل 5 مللي، يعني كبيره نص سنتي. اكتر من كده اكيد هيبقى فيه مشكله، واقل من كده اكيد هيبقى فيه مشكله. ولو الول دوت ما بقاش ماشي زي ما انتم شايفين اهو، خلي بالك ان فيه يونيفورم اهو، يونيفورم سيكنس في المصل، يعني ما فيش حته تخينه وحته رقيقه، وكذلك السروزه وكذلك الساب ميوكوزا. واضح جدار المعده؟ وحضرتك قلت يا ابو خطين سود، وهو باين في الصوره خط واحد بس. لا فين ده خط تاني ده، بس عشان بقى بقول لك الجازز هيبان في الانتستين اكتر اهو. ده تمام. دول السيروزا صح؟ واحد سيروزا، السيروزا اللي فوق ده تمام، وبعد كده ماسكولوزا، بعد كده صب ميوكوزا، وبعد كده الميوكوزا. تمام. ابيض اسود ابيض اسود اهو، يمكن هنا باينه بقى شويه اكتر برضو اهو. هنا بس عايز يبين لك ان في الاستومك مليانه
ولما بيبقى فيها فلود الدنيا بتبان اكتر زي ما اتفقنا موضوع الايه الفلود ده. خلاص واضح يا تمام. شباب تمام ده. هنا برضو منظر بس ايه كروس سيكشن برضو اهو سيروزا ماسكولوزا صب ميوكوزا وبعد كده الايه الميوكوزا اللي هي لونها ايه اسود اهو ابيض اسود ابيض اسود. طب امال ده بدايه الجازز اللاين ده الجازز بقى بيبان هايبر ايكويك ويبدا يضعف لك يضعف لك يضعف لك مين الاشعه لدرجه انها تبقى اسود تحت ما تعرفش تفحص حاجه بقى تحت ابلاك اللي هو بيسموه الفار ايه الفار فيلد ده النير وده الفار. الفار ما بيوصلش ليه بقى الايه الاشعه عليه عشان الهواء بيمنعها وبيحصل الريفايبريشن ارتفاكت هنا. انما هنا الول اعتقد واضح اكتر من الصوره اللي فاتت اهو سيروزا ماسكولوزا صب ميوكوزا ميوكوزا وبعد كده اللاين بتاع الجهاز واضح. طبعا ما تنساش برضه حكايه الفولدز باينه ايه برضه القطط بقى بتعمل لنا منظر ايه مشهور قوي اللي هو بيسموه كاركترستيك واجون ويل. واجون ويل اللي هو كاوتش العربيه. ايه رايكم في المنظر ده؟ مش عامل زي كاوتش العربيه اهو ليه؟ عشان الفولدز بتاعتها طويله وفيها فات كتير فالفات الكتير بيدي لي درجه من الايه من الهايبر الكوت استراكشر زي ما انتم شايفين فتديني المنظر ده. انما هي برضو نفس الطبقات سيروزا ماسكولوزا ونفس الكلام سب ميوكوزا وميوكوزا بس لما بنعمل فيها كروس سيكشن في القطط بيبقى ده الكاركترستيك ايه فيتشر بتاعتها اللي هي الواجون ويل ابيرنس شكل العجله بتاعت العربيه. الليرنج خلاص قلناه ده مهم قلنا في كل الجي اي تي. اهم الام والام اللي هي الماسكولوزا الميوكوزا والماسكولوزا الاثنين ايه هايبو والباقي كله هايبر سواء كان بقى الايه السروزا او الايه الصب ميوكوزا او الانترفيس اللي جوه خالص اللي هو اللومن على بعضه. اهي الطبقات هنا يمكن برضو واضحه ادي اللومن اهو لازق على بعضه ماليش علاقه بيه انا من اول هنا كده دي الطبقات ادي السروزا هايبر ايكويك دي انتستين بالطول قطع طولي في انتستين ادي السروزا ادي الماسكولوزا ادي الصب ميوكوزا اللي هي الهايبر وبعد كده الاسود الميوكوزا اللي في النص ده بقى اللومن. اللومن ده بيبقى فيه كوكتيل حسب بقى بس في الاغلب بيكون هايبر ايكويك عشان بيبقى فيه فود وحاجات زي كده. واضح واضح الليرنج ده يا شباب؟ واضح اي خلل فيها يقول لي ان في خلل في الوول بتاع الجي اي تي. الكرايتيريا اللي احنا على اساسها هنحكم على الجي اي تي اول حاجه لازم يكون يونيفورميتي في الديامتر زي ما وريتكم ما تبقاش تخينه من حته ورفيعه من حته ولا يبقى في مشكله. تاني حاجه الوول سيكنس بنقيسه افريج كده طبعا الاليام غير الجيجنم غير الديودينم انما كافريج بيبقى من 3 ل 5 حتى بما فيها الاستومك بيبقى من 3 ل 5 مللي رفلي في الكلاب ومن 2 ل 3 مللي في القطط ده التخانه اكتر من كده او اقل من كده يبقى فيه مشكله. الديسكريت وول ليرنج ان الليرنج تبقى باينه زي ما انتم شفتوا لو حصل فيها خلل يبقى فيه مشكله و presence of luminal content زي ما شفتوا معايا يكون فيه فلود او فيه انجستا جوه. والبريستالتيك بتاعتنا دي مش هنشوفها في الصوره طبعا هنشوفها على الجهاز هتلاقي المصارين بتتحرك. فالخمسه كرايتيريا دول وده السلايد ده مهم برضو اقدر احكم على الانتستين او الجي اي تي كله عن طريق الخمس حاجات دول لان للاسف دكتور السونار بالنسبه نعم
اللومينال كونتنت في الصورة اللي حضرتك جبتها اللي قلت فيها فلويد، هي ما كانتش ان ايكوك قوي، هي كانت هايبو لا هي ايكوك. مش قال، انا ما قلتش فلود، انا قلت انجستا، قلت اكل. طب الانجستا بتبقى باينة هايبو ايكوك ولا في ممكن الاغلب تبقى هايبر، في الاغلب هايبر. هايبر؟ لو ليه بقى؟ فلود هيبقى هايبو، لان عشان بياكل عظم وبياكل اكل ناشف في الاغلب. تمام. الديودينم ده اتخن واحد فيهم يعتبر، لو يعني مش مشكله قوي المعلومات ديت، زي ما قلت لك انه في فاريشن طبعا، بس افريج 3 ل 5 ايه مللي. هو بس عايزك تبقى عارف بس ان في بعض الاحيان في حاجه اسمها بيرز باتشز او السودو السر، دي ممكن نشوفها في الميوكوزا بتاعه الديودينم في الكلاب، بس بتبقى نورمال حاجه زي كده بتبقى بارزه في اللومن كده. هنا اللومن فيه فلود يا دكتور اهو، خلاص على حسب الكونتنت. هنا اللومن فيه فلود، هنا عايز يبين ان في زي بولب كده صغيره طالعه من الول بتاع الايه الانتستين اللي هي الدودنم تحديدا في الكلاب، ودي نورمال اسمها البيرز باتش، او بيبقى ريكتانجولار او سكوير هايبر ايكويك اريا، بارزه كده في اللومن، عشان لو شفتها ما تقولش ان ديت ليجن او في مشكله هنا. في بعض الاماكن مش في كل الانتستين وفي الديودرم بس، في بعض الكلاب وبعض الاماكن. الحاجات بقى الابنورماليتيز مثلا زي الجاستريك دايلاتيشن، دايلاتيشن ده يعني الاستومك هتتملي، فلما هتتملي اكيد الول بتاعها هيبقى ايه سن، فبدل ما هي من 3 ل 5 في السكنس، لو قست اكيد مش هلاقي من هلاقي اقل من 3 ايه ملي. تاني حاجة الليرنج اللي احنا اتفقنا عليها هيبقى صعب انك تميزها عن بعضها لانها تتضغط على بعضها، وكمان الفولدز نفس الكلام لان غالبا يحصل لها دايليتيشن اصلا بجازز، حتى الفحص بتاعها هيبقى صعب كمان. الكونتنت على حسب اللي جوه، بس في الاغلب هيكون ايه هايبر ايكوك عشان الجازز، ممكن يكون هايبر ايكوك لو بالفلود. الريفربريشن ارتفاكت طبعا هيبقى واضح جدا وطويل جدا، وهيبقى مبوظ لك الصوره خالص عشان نسبه الجازز هتبقى زياده في الاستومك. هنا في جاستريك دايلاتيشن بس مش بجازز، بفلود كبسر اهو، فالوول زي ما انتم شايفين اهو بقى مش واضح، وطبعا جايب حتى من الليفر اهو، ده الليفر وديت الاستومك، الوول بتاعها بقى طبعا ثين، والاربع طبقات ما عادوش واضحين زي الاول. طبعا دي حاله كمان بسيطه، في حالات اعنف من كده وبتبقى بالجازز، ما الول ده ما بيتشافش، وكل ده تلاقيه اشعه شمس نازله ورا بعضها نتيجه وجود الايه الجازز. الفورم بودي طبعا الاحسن ليه بيبقى الاكس راي الصراحه، انما برضو بالسونار بنقدر نعرفه، انك بتلاقي تحتيه ديستال اكاوستنج شادو زي الحصوات، فهي تعتبر حاجه زي حصوه انها فورم بودي، فهتلاقي تحتها ايه ديستال ايه شادوينج واضح جدا تحت الايه الفورين بودي. الشكل بتاعها يختلف حسب الشكل اللي موجود، هي بليه، هي بتاع دوت معلقه، ابره خياطه، حسب اهو ديت الاستومك اهيت، وادي فورين بودي موجود اهو، الله اعلم ايه هو، بس واضح ان هو حاجه هايبر ايكويك، وتحتها طبعا الديستال ايه الديستال شادوينج واضح جدا، وفي حته من الليفر جايه معايا، والجول بلادر ما شاء الله واضحه، يعني ايه 100 100 واضحه 100 100 ليه؟ وخلي بالكم دي بقى هنا تعتبر نورمال ايه كلير ومفيش وول والكلام ده كله، بس هي ديستندد. ديستندد ليه؟ ان ده غالبا حيوان ما بياكلش، صايم عشان الجاستريتس اللي حاصله هنا، فتلاقي البلادر ايه مليانه جنبها كده. عشان كده احنا لما بنفحص مش بنفحص اورجان لوحده، بنفحص كل الاورجنز في نفس الوقت، لان ممكن حاجه توضح لي حاجه زي ما بقول لكم كده. طب ليه ديت واضحه كده وماليه لي الشاشه الجول بلادر؟ عشان الحيوان ما بياكلش، ما بياكلش ليه؟ عشان في جاسترايتس. يبقى ده يبقى ده فورم بودي يا باشا. ماشي؟ الجاستريك نيوبلازمس اهو ده الاولى اهوت، طبعا بيختل تماما، وادي ده ورم طالع اهوت من جدار الايه؟ المعده، طبعا هتلاقيه فكل غالبا في مكان معين، وهتلاقي سيكننج في الوول، والطبقات نفسها ما عادتش ايه
موجوده، لان غالبا هيحصل درجه من من الجاسترايتس هتضيع لك طبعا معالم الايه الوول بتاع الاستومك دي الجاستريك نيوبلازمس. الانتستاينال فورين بوديز دي كتيره جدا، وده الشكل بتاعها الطبيعي. ده حيوان بلع حاجه زي اسفنجه او حاجه قماش، ودي بتحصل كتير قوي، يبلعوا جزء من قماش، جزء من بنطلون، فلنه، شراب، يجي في الانتستين ويروح قافل، يعدي من الاستومك ويقفل في الانتستين. نعمل الفيلم هنلاقي فيه حاجه هايبو اكوك جوه الانتستين، ونلاقي تحتها الديستال شادوينج الرهيب ده. ديستال شادوينج ليه؟ علشان ده برضو الشراب منع للاشعه انها تكمل. فبقى الخيال بتاع الفورين ايه؟ الفورين بودي موجود. لو الحيوان بالع ابر او حاجه لينير، يعني الفورين بودي لينير، بيحصل حاجه مميزه في الانتستين بيسموها بليكيتد ابيرنس. بليكيتد يعني بيبقى مطويه اكنك تاني الانتستين فوق بعضها كده. ده لما بيكون فيها فورين بودي لينير، لان اللينير مش هيخليه، يعني تخيل حطيت ابره او حطيت حته خشبه جوه انتستين، فهتلاقي اللوب التاني غصبا عنه بيلف من وراه فبيعمل دوبليكيشن، لان الحاجه اللينير دي موقفه الانتستين، ما عادتش سموس زي الاول. فاهمينها يا شباب؟ تاني يا دكتور معلش. اقول لما بيكون الفورم بودي حاجه الونجيتد بيكون لي حاجه اسمها بليكيتد ابيرنس، ان الانتستين بتبان كما لو كانت مطويه اكنك تانياها كده زي فولد فيها كده. ايه اللي بيخليها تبقى كده؟ ان في فورم بودي بالطول هنا مش مخليها انسيابيه، حاجه محشوره جوه فخلاها زي واخدت الشكل بتاع الفورم بودي اللي جوه. وطبعا ده الاسبلين برضو بيبقى طالع معايا في بعض طبعا اللوبس بتاعت الانتستين. من الحاجات المهمه جدا والمميزه قوي في السونار اللي هو الانتسسبشن، ان جزء من الانتستين يعمل تلسكوبنج او يدخل جوه جزء تاني من الانتستين، يعمل لي منظر مشهور قوي اسمه بول اي ابيرنس، اللي هو ده شايفين عامل زي ايه؟ زي عين العج. ادي عينه اهي، وادي اللومن في النص اهو، ده لوب داخل جوه لوب، ده في الكروس سيكشن. لما يبقى كروس سيكشن يبقى كده، يعمل لي حاجه اسمها ايه، في منظر مثالي احسن كمان من ده. ده لونجيتيودنا، ده برضه لوب داخل جوه لوب بس بالطول. والفات اللي هو الاومنتال فات اللي ما بينهم اهو، يبلك طبقتين كده من الانتستين فوق بعض، ده لو بالطول. لو بالعرض هتعمل لك البول اي ابيرنس اهي، يمكن هنا برضو اوضح اهي، ادي مصران هتلاقي بقى طبقتين من الانتستين، يعني سروزه ومسكلوزه مش عارف ايه، وهنا وهنا، وبعد كده تلاقيها تاني. ليه؟ لان ده لوب وده لوب، وفي ما بينهم فات اللي هو الميزنتريك فات، ده اللي هو حرف الام، ده بالطول. بالعرض اهو لومن او لوب ولوب تاني جواه، فيدينا منظر الايه؟ البول اي باترن او البول اي ابيرنس او البول اي ساين. دي علامه مهمه جدا للتلسكوبنج او للانتسسبشن. الانترايتس هتلاقي الانتستين واضحه جدا عشان نسبه الاسهال اللي جوه او الميه، وهتلاقي بقى الليرنج واضحه جدا زي ما انتم شايفين، وممكن تلاقيها طبعا ايه مايلد او ديفيوز سيكنينج، بس هتبقى في كل الوول بقى، مش هتبقى فوكل زي في حالات الاورام مثلا، لا هنا هيبقى في تخانه في كل الطبقات في طول الانتستين، وهتبقى الانتستين واضحه زي ما انتم شايفين كده. واضحه ليه؟ علشان الانفلاميشن هيعمل درجه اوديما وهيعمل درجه سيكنينج، فكل حاجه هتكبر بس في ايه؟ يونيفورم. دي حالات الانترايتس. اعتقد كده احنا خلصنا المطلوب، اتمنى تكونوا استفدتوا حاجه، واخرنا طبعا في المحاضره كمان. في اي سؤال بقى في المحاضره؟ دكتور ممكن حتة البول اي ابيرنس حضرتك تشاور بس على التو لوبس. طيب الاول البرزنتيشن كده وصلتكم ولا كده ما وصلتش؟ لان انا محتاج اعدل فيها شويه حاجات، اخليها لكم سيمبل عن كده. ما اتبعتتش لسه يا دكتور.
طيب هحاول اظبطها وابعتها للدكتور خالد، او ابعتها لكم لو حد فيكم يبعت لي اللينك بتاع الجروب بتاعكم ابعتها لكم ان شاء الله. اهو يا دكتوره، بقول الانتر سبشن في الكروس سيكشن بيبقى لوب داخل، عارفه زي الشراب داخل جوه شراب، بيبقى طبقتين من الشراب فوق بعض اهو، ادي طبقه اللي هي دي، ده كده لوب، التخانه دي كلها لوب، والتخانه دي كمان لوب، وده اللومن بتاع اللي جوه ده في الكروس سيكشن. في اللينير هتبقى زي ما انت شايفه كده، طبقتين من الانتستين فوق بعض وطبقتين من الناحيه الثانيه عشان جوه بعض، وفي النص هتلاقي فيه اومنتال فات هايبر ايكوك في النص اهو، ده انت الساسيكشن. في صوره يا دكتور اللي هي قبل دي، الصوره اللي قبل دي، ايوه دي واللي قبلها. لازم على فكره دوت، ده مش انت الساسيبشن، ما خدتش بالي منها دي على فكره، ده نيوبلاز، ان في هنا ثيكنينج في طبقه الماسلز، شايفين الول بقى قد ايه، ودي طبقه الماسلز ليه؟ لان ديت الهايبو ايكوك، مش احنا قلنا سيروزا ماسكولوزا، ما انتش ملاحظه ده انتستان النيوبلاز، مش ايوه دي ماسكولوزا سيك قوي. أيوة والنيوبلازم بقى الول نفسه بيتخن. طب ولما تخن من انهي حته؟ تخن من طبقه المصل، يبقى ده ورم في المصل اللي هي الماسكولوزا، لازم برضو ناخد عينه ونفحصه. طلعت لنفومه على فكره، اللنفومه دي بتلف في الجسم كله، فادي اللومن فيه برضو هو ميكس بقى، ميكس من ان ايكويك وهايبو ايكويك وهايبر ايكويك، ثلاث حاجات، ميه واكل وحاجات ما بين الاثنين، ودي طبقه الايه اللي من بره خالص اهو، السروزا الماسكولوزا الصاب ميوكوزا ومين والميوكوزا. طبقه المصل تخينه جدا، لما نيجي نقيس كل الول ممكن تلاقيه سنتي او سنتي ونص، وهو الطبيعي ان يبقى كله ما يتعداش النص سنتي، بنشك بقى هنا في الورم، خصوصا ان ده ممكن يبقى حته بس من الانتستين مش كل الانتستين. ماشي، ده بالنسبة لديت اللي هي الانتستانال غير البول اي. والهايبر يا دكتور اللي فوق ده، والهايبر اللي في الهايبر اللي موجود في اللومين بتاع الانتستين ده من ده فوق، اكل برضو اكل، ده وده 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 كل ده اكل. لا غير الاكل، في حاجة من فوق كده، حاجة من فوق. ايوه هو ده اللوم، بقيت اللومين بقى الناحية التانية، ده مصرم بالعرض، انت مش مركزة، ده هنا برضو وول. ايوه لونجيتيودينال. وده لا مش لونجيتيودينال، ده كروس اهو، وده اللومن في النص. بس زي ما اقول لك السونار مش بيجيب لك حاجه مرسومه بالقلم غير في ظروف معينه، فانت لسه برضو عينك ما خدتش على الكلام ده، انما ده لومن كل دوت كده، اللومن بتاع الكروس سيكشن بتاع الانتستين ده، هنا في الثلاث طبقات اهم او الاربع طبقات، وهنا فيه الاربع طبقات، وفي النص ده كل ده كده اللومن، متخيله يا دكتوره؟ يا دكتور انا عايز الصوره اللي قبلها بقى، اللي قبل دي. دي نفس الكلام، لوب اهو وجواه لوب اهو، اللوب ده اللومن بتاعه الخط الاسود ده، واللوب الكبير اللي هو ده الخط الاسود ده، فبيعمل لك شكل العين بالظبط اهي، متخيلاها؟ دي برضو كروس سيكشن، مصرانين جوه بعض، وعملنا كروس سيكشن، مش هتبان دايره كبيره ودايره صغيره؟ رحت دايرتين جوه بعض، دايرتين اهو، ادي دايره اهي الخارجيه اللي هو المصران الرئيسي، وده اللي دخل جواه، اكيد ده ليه لومن بس هيتضغط لان ده اللي داخل جوه، وده ليه لومن برضه هيبقى موجود بس جزء منه، لان الباقي ايه ملاه مين؟ ملاه اللوب اللي هو داخل جواه ده. ايوه ادي لوب، دايرتين يا دكتوره بس تخان، ارسموهم جوه بعض، فهتديكي منظر ايه الاي بول ساين او الاي بول كاركتر او الاي بول باسوجنومينيك ليجن بتاعه انت السبشن. واضحه لك ولا اقولها تاني؟ واضحه يا دكتور. طيب في اي سؤال تاني يا شباب؟ دكتور ممكن الحته بتاعت الايكوجينيستي اللي هي هايبو
وجينيك وهايبر. في مين؟ يعني مثلا كنا في مثلا لو غامق بقى لو اللون غامق بنقول هايبو ايكوجينيك باين. انت بتتكلم من حيث المبدأ خالص خالص يعني محاضرة المرة اللي فاتت مش النهاردة. هي ملخبطاني بس عشان كده. لا انت تلخبطش ولا حاجة. بص يا سيدي هنجيب الانتستين اهي. الابيض الهوايت ده يبقى هايبر ايكوك. تمام. سهلة. تمام. ايوه سهل. الاسود اسود زي ده كده دي ماسلز مليانه دم فهتبان او لو دم او لو بلاد سبلاي هيبان اسود او جول او يورينري بلادر او جول بلادر هتبان لونها اسود يبقى ان ايكويك يبقى فيه هايبر ايكويك وفيه ان ايكويك وفيه بين البنين بقى زي الحته دي كده هايبو لا هي اللي بيضة زي دي ولا هي اللي سودة زي دي شايفها الحتة دي مثلا أيوة أو حتة زي دي أو حتة زي دي دي هايبو إيكوك لا هي أبيض وأسود يعني منقطة يعني إيه لا هي اللي الأبيض ولا هي اللي الأسود تمام يا دكتور وضحت تمام كده تسلم إحنا كم واحد معانا في المحاضرة بقى دلوقتي ولا خرجوا أساسا 70 واحد 71 واحد يعني التوتال كله 70 هو كان في 100 بس لما حضرتك خلصت وبدانا الاسئله الباقي طلعوا بقى اللي هو 30 واحد طلع وصلنا ل 100 يعني الحمد لله تمام فضل ونعمه يا سيدي جبرت دكتور. في اي نعم ممكن السلايد بتاع حضرتك قلت الجول بلادر بتاعها والسيستك والبايل داكت اللي موجود في القطط ايه والموجود في الكلاب ايه الليفر في الجزء الاول حاضر الاول مدى الاستفاده ايه من المحاضره رغم ان انا طبعا انا واثق اني بتكلم بسرعه لا فهمنا يا دكتور نعم فهمنا والله يا دكتور حضرتك مش بتتكلم بسرعه خالص يعني حاضر مناسب جدا طب الحمد لله بتقولي لي بقى موضوع البايل داكت والكلام ده الفرق ما بين الجول بلادر في القطط والكلاب القطط ممكن الاقي اتنين جول بلادر اعتبرهم اتنين انما هي بتبقى باي لوب واحده بس بكيسين ده اول فرق التانية بتبقى بير شيب زي الكمتريه كده واحده في الكلاب ماشي الفرق التاني ان الحاجه اللي احنا سميناها البيلاري سلادج اللي هو الطين بتاع الايه البايل ده نورمالي لما تيجي تاخد اي سونار لقطه هتلاقيه موجود طبيعي اختلاف في الفسيولوجي بتاع الحيوان ده عنده في الكلاب لا المفروض ما لقاهوش المفروض الاقيها اسود ان انا الاقي فيها سلادج ببدا اقلق شويه وكل ما زاد بيقلقني اكتر انه هيخش في حصوات ان البول البايل عنده مركز الفرق الثالث ان الكومون بايل داكت كنت واضح ان في التشريح مع البايل الجول بلادر ليها نيك بتنتهي بكومون بايل داكت والبايل داكت دي تتفرع لبايل داكتس كتيره جوه الليفر تمام البايل داكت دي ما بتبانش في الكلاب بتبان في القطط يبقى القطط مميزه قوي في الجول بلادر في ان هي ممكن تبقى اتنين جول بلادر مش معنى كلمه اتنين هي بتبقى باي بول بتبقى فيها سلادج بتبقى فيها كومون بايل داكت ممكن اشوفها والانترا هيباتيك كمان بايل داكت ممكن اشوفها ده الفرق ما بين دي وده بس. لكن في الكلاب انا مش هلاقي الانترا هيباتيك بايل داكت لا مش هتعرفي نشوف مش هنشوفه طب وحضرتك كنت بتقول في سيستك اند بايل داكت انت بقى لما تحصل حصوه وتسد واحد فيهم فيبدا يبقى اللارجت عرفت الفرق والحصوه هتبقى باينه زي ما وريتها لك حاجه هايبر ايكويك وتحتها اسود فاكره الصوره دي اي طب كده السيستك هتبقى موجوده في الكلاب او في القطط هشوفها عادي طبعا بس الحصوات في الكلاب بتبقى اكتر بكتير من القطط تمام طب لكن يا دكتور انا بالنسبه لي بالنسبه لك ايه الول بقى الول
الول بيبقى ما بيبانش في الطبيعي في الاثنين. تمام، سن في الاثنين. ليبان لما بيبقى فيه سيستايتس او كولي سيستايتس. تمام، يعني معلش يا دكتور، ممكن يعني الطبيعي اللي يعني هايبو اكويك، هايبو اكويك يعني ما بيبقاش باين، ما بشوفوش بعينيا، لما يبدا يبان اعرف ان بدا يحصل فيه كولي سيستايتس. تمام، لما يبقى هايبر ايكويك. لان هيبدا يبقى خط ابيض، ده معناه انه بدا يلتهب وبدا يحصل فيه سيكنج، فبدا يبان لي، لما هو الطبيعي ما بيبانش. وحته برضو السلايد اللي كان حضرتك ممكن بس تشاور على الفالسي فورم ليجمنت اند فات، انا كنت شايفه الصوره اصلا، انا مش قادره اميز الليفر اصلا تحتيها. صح، ما هو ده اللي انا بتكلم لا فيه بقى، مش هشوف فيه. ان انت مش هو ممكن حضرتك اعرفها ازاي ان دي فالسي فورم ليجمنت اند فات؟ على الجهاز هي الصوره بس وحشه شويه، على الجهاز هتبقى واضحه، بس الليفر هيبقى بعيد. اللي عايز اوصله لك ان الليفر مش هيبقى قريب زي الكلاب في ثانيه هتعرفيه، لا هيبقى بعيد. اجيبها لك. طيب اجيبها لك. دكتور لو سمحت، هو كده خلاص اللي عاوز يخرج يخرج؟ طبعا طبعا، ومعاه الدعوة بالسلامة. اهو بص هنا، شوف الجول بلادر، الول بتاعه بقى عامل ازاي، بقى لونها ابيض جامد. وهايبر كان اهي، ده مش طبيعي. الطبيعي وفي سلادج شوية، يبقى ده كان هنا بقى باين الول. لا، باين مش باين. مساء الخير عليكم يا دكاترة، إن شاء الله هنشرح الكتب دي على قناة اليوتيوب، وأكتر هنشرح كمان كورسات متخصصة في الكلينيكال باثولوجي والكارديو وحاجات تانية كتير. تابعوني على قناة اليوتيوب.